مساء الخير لكل مشاهدينا واهلا بحضراتكم وحلقه جديده مختلفه من الستات ما يعرفوش يكذبوا. مختلفه بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا قررنا ان احنا ما نجيبش ضيوف وقررنا ان احنا نبقى مجموعه من المذيعات مع بعض، طبعا ما عدا استثناء واحد وهي صديقه لينا. حابين ان احنا نتكلم ونعملها قعده ستات. قعده ستات بنتكلم فيه عن كل حاجه في المجتمع بتاعنا. احنا شايفين ان في تغيرات كتيره جدا بتحصل في مجتمعنا ومش عارفين نشرحها، فممكن نشرحها كل واحده فينا تشرحها بطريقتها. هو ده اللي احنا قررناه النهارده، وبيسعدني ان يكون معايا اصدقائي بقى والستات بتوعنا. طبعا شمالي دي شمالي دي شمالي، ايوه زميلتي صديقتي اللي مش بتاكلي بيها. قال ايدي مش بتاكل بيها. انا باكل بيها. انا باكل بيها. وانا يا منى العزيزه شفكي منيري، اهلا وسهلا بيكي يا شفكي، نورتينا. اهلا بيكي يا مفيده، واهلا بمنى وببرنامجكم الجميل ده. منورانا ووحشانا جدا. انتوا كمان والله، يعني انا حاسه كده يعني بجد وحشني استوديو، وحشني بقالي كتير ما طلعتش انا كمان على الشاشه، فبجد دعوه حلوه يعني. بس بشكر عليها سويت بودا اللي طلعت عينها. انا من اول يوم كلمتينا واول ما طلعنا بالستات قلت لنا باركت لنا، وكان نفسنا مستنيين اللقاء ده بقالنا 4 سنين. بالظبط، طبعا مستنيه مصر ترجع. الاعلاميه الاخرى وصديقتنا العزيزه اللي جت معانا ضيفة عزيزة علينا وقدمت معانا أكتر من مرة في برنامجنا، ريهام السهلي. أهلا بيك يا ريهام، نورتينا حبيبتي. أهلا بيك يا مفيدة، أنا كمان سعيدة أن أنا أبقى معاكم دايما. الحقيقة ببقى يعني من أكتر الحلقات اللي أنا ببقى مبسوطة فيها، أو من أكتر الأيام اللي بطلع هو بتبسط أن أنا أبقى معاكي أنت ومنى. والله أنا كمان بجد أنا برحب بيكي ريهام السهلي، منورانا في ستات. ميرسي يا منى، ربنا يخليك. طبعا أنا قلت لحضراتكم أن في شخصية واحدة هي اللي مش إعلامية مش مذيعة، ولكن هي صديقة وشخصية كده محترمة، دكتور نادية رضوان أستاذة علم الاجتماع. هي أكتر واحدة هتساعدنا في حل اللغز اللي احنا بنتكلمه، المجتمع المصري بقى في تدهور مستمر ليه؟ أهلا وسهلا بحضرتك ونورتينا يا دكتور. وأنا سعيدة كمان إن أنا شافكي ليا معاها تاريخ قديم في البرنامج ده، كنت يعني تقريبا معظم الوقت ماسبيرو. لا كلنا، وأنا بقى أنا طلعت معاها في الام بي سي واحنا دي حقيقة يعني، واستقبلتني استقبال جميل ونزلت معايا كمان السوق الشوبينج بقى والستات انت عارفه عرفتني كل المكياجات الحلوه. مرحله الشقاوه يعني نتكلم يعني براحتك. ليه لحد دلوقتي زي القمر؟ لا انت زي القمر، انت على منى يعني. وطبعا معايا صديقتي العزيزه منى عبد الغني الصديقه. انا صديقه بجد بحييها برضو يعني. ازيك يا ميمونه؟ ازيك يا مفيده؟ اكيد اصدقائنا اللي بره هتكون ايناس انس موجوده، وفي ضيافه السيده خديجه لطفي من المهندسين. اسمحوا لنا الاول ان احنا نحييهم برده عشان يكونوا موجودين معانا ويشاركونا في الحلقه. اهلا بيك يا ايناس، اتفضلي. اتفضلي ايناس. اوكي. تمام، لغاية ما إيناس تجهز، خلينا لغاية ما إيناس تجهز بس، وانتوا عارفين المشكلة في الاتصالات عاملة ازاي. نرجع لأصدقائنا الأعزاء، و مين هيبتدي اي حاجه وانا عماله برغي. نبتدي الاخبار الاكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي النهارده. قرينا اخبار والله في اخبار كتيره، بس في خبر هخليه للاخر، في خبر مكسر الدنيا على الفيسبوك وده هيبقى موضوع حلقتنا. لكن من ضمن الحاجات والظواهر الاجتماعيه الغريبه والخطيره اللي موجوده في مجتمعنا، ان فرح او جوازه تبوظ بسبب شبكه. بسبب شبكه ايه؟ العريس عمل اللي عليه وراح اشترى اكتر من 12 جوز اساور وخواتم ومش عارفه ايه، وجت خاله العروسه 14، وجت خاله العروسه قالت لهم لا احنا عندنا تقليد ما يبقاش 14، احنا عايزين 18 اسوره. قام باظت وفركشت، وبنت اختها قعدت عانس جنبها. يرضيكم الكلام ده؟ بصي يا منى يعني، بصي يا مفيده يعني، الاخبار دي يعني انا بحس انها يعني كتيره وموجوده، بس ده هيخليني اطرح انا بقى عليكي سؤال في وجود بقى الناس اللذيذه دي وفي قعده الستات اللي ما بيعرفوش يكتبوا ابدا. محدش بيكتب خالص يعني. ان شاء الله المجتمع اتغير قوي يعني. المجتمع اتغير جدا، وبقت الناس يعني بقى في التضاد. الناس اللي فعلا لسه بتطلب بشبكه غاليه قوي وتقف عند الامور دي، 120000 جنيه كلها كلفه. في ارقام ده غير الاربع افراح يا مفيده ب 3 مليون و4 مليون. وفي ناس بقت عاقله جدا، بقت بتختصر الحاجات دي، ومنهم الشباب، وقرروا هم يحطوا الاهالي قدام الامر الواقع. هو بقى تغير المجتمع. ايه اللي حصل؟
وايه اللي بيحصل للناس. ما احنا شفنا نماذج قالوا مثلا احنا نطلع هاني مون ونعزم اصحابنا وكمان اصحابنا يعملوا تيكت يوم الفرح او يعملوا الانترست على حسابهم مع بعض وما نعملش تكلفه غاليه خالص. في ناس عاقله كتير. لا انما هنا خاله العروسه يا لا جماعة. لا هو انا اللي مستغربه يعني مش الام. لا اللي يمكن الام مش موجوده. انا مش لا هي حضرت معاها الام حاضر لكن الخاله هي شخصيتها اقوى يعني يمكن تكون هي الدوميننت او المؤثره. بصي هقول لك حاجه. هو انا اللي مستغرب الحقيقه كمان بالنسبه لي انه اولا دي قصه ياما شفناها زمان وفي الافلام وكانت بتحصل في المجتمع وبتاع. بس انا مستغربه ان النهارده لسه في بنت الخاله او الام او الاب قادرين ياثروا في جزئيه شبكه يعني ان هم معنى كده ان شخصيتها ضعيفه طبعا انت فين يعني. لا يعني قصدي ان لازم هي اما تكون راضيه كمان يعني ما نلقيش بس باللوم على الخاله او على الام. البنت كانت فين؟ ما قالتش لا ليه؟ ما قالتش لا انا عايزاه ليه؟ لا الحمد لله انا راضيه باللي هو جايبه ليه؟ اما ان شخصيتها ضعيفه او ان هي موافقه على اللي هم بيعملوا. ده هو راي العيله اعتقد ده راي الاسره ده راي العيله. قصدي ان البنت مش بعيده عن دائره اذا كانت يعني جوازها باظت فهي مسؤوله ايضا. ما هي ثقافه هي في بيئه وفي منطقه وفي وسط اسره لها ثقافة معينة. ده رأي الأسرة اللي هو رأيها يعني رأي حاجة الدكتورة نادية إن الناس المتواضعة على قد حالها بتبقى عندها لا ممكن تبقى عندها رضا جدا. البنت ما تعترضش طماعة كده ما تعترضش يعني. لا بص هي حكاية الرضا مش احتمال قوي إن كان الاتفاق على عدد معين من الغوايش وقل ممكن دي معاهم ايه ده معاهم خمس خواتم. انا عايزه اقول لكم حاجه كمان خليني اقول لك انا الموضوع يعني الغوايش خلقت اسوره وخمس خواتم ودبله وتوينز وسلسله و14 ايه يا جماعه خير 21 لكن الخاله اصرت على ال 18 عايزه تزود. انا عايزه كمان عايزه اقول حاجه يا جماعه معلش سوري مش كل حاجه نقراها على الفيسبوك او نسمعها نصدقها. لا ده الخبر ده اتاكدي منه لان احنا عاملينه اكثر تداولا. دايما في حاجات تحت الترابيزه طبعا. هو الراجل صاحب المحل هو اللي نشر الخبر. العريس اللي نشر هو صاحب المحل. لا مش صاحب المحل هو العريس اكيد اتقهر. انت عارفه يعني ايه جوازه تبوظ عشان اربع اساور؟ لا بس هو مش بخلان. لا وهو مش بخلان وعامل اللي عليه هو احتمال نوبادي نوز. في الراجل بيقول لك انا عايز اشتغل معاهم ممكن تلكيكه ممكن تلكيكه. على فكره انا هقول لكم واقعه كده كنت تلككوا يعني من اربع خمس سنين كانوا عاملين فرح في اوتيل فايف ستارز وكنا في الساحل وقتها وكل الناس نزلت الا انا كل اصحاب انا ما بنزلش خالص المناسبات دي. لقيتهم بيتكلموني الفرح اتفركش الساعه 8 بالليل يوم الفرح الساعه 8 بالليل يا خبر. العروسه نزلت بصت في القاعه في اخر وهي خلاص كوافير عمل قبل ما تلبس الفستان نزلت تبص بصه كده فبص قالت مش دي الكوشه اللي انا طلبتها غيروها فالحماتها والله فقالوا لها ما ينفعش ما فيش وقت خلاص ده المعازيم جم والاكل بيتحط والدنيا والباند جه وكله كله قالت لهم يا الكوش هتتغير يا ما فيش مش عايزه دي على فكره دي كانت مغصوبه على الجوازه دي. لا 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 كانت مكتوبه كتابه بقى انا عايزه اقول لكم حاجه ان هو شخصيه زي دي شخصيه زي دي احسن لها انها فركشت لانها ما تعرضش بيها مسؤوله طبعا ده اللي انا قلت فرح انا العريس برافو عليك العريس كل خناقه هتتطلق العريس ابن صاحبتي كلنا قلنا لها احمدي ربنا ان قبل ما تخش معاه في 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 كانت داخله معاك بالظبط دخلت كان يوم فرح وكان مكتوب وكان مكتوب كتابها بقى لها سنه مكتوب كتابها بقى لها سنه الوسط بتاعنا كله عارف القصه دي. نفس الشيء بالنسبه للعروسه بتاعت على المجوهرات وكده اللي خالتها اتكلمت خالتها دي كانت تطين عيشتها يعني عيشتها ما كانتش هتبقى سعيده ابدا يعني العريس يعني اعتقد ان ربنا نجاها ان هو خرج. طب خلينا نرجع الحاجات يعني لاصولها. انا بحب في برنامجكم ده حاجه لذيذه يعني ان هو بجد ما بحسش انه برنامج يعني الكلام اللي انتم بتقولوه ده واحنا عايزين بس مفيش تكليف يعني. وعايزه اقول لكم يعني انا كتير قوي بشوف اصدقائي وقرايبي وهما بيتفرجوا عليكم الناس بقت منفعله معاكم يعني انتم مؤثرين جدا مفيده ومنى وضيوفكم بجد مؤثرين. لا دي حقيقه مؤثرين باختيار حتى سهير جوده للموضوعات مؤثر. فلازم لما نتكلم وده مهم قوي ده مهم ليه انا بقول كده فلازم لما نتكلم نتكلم بوعي يعني مش مجرد انه برنامج ويلا الستات بيرغوا وخلاص. لا انتوا بترصدوا ظواهر يعني ده الخبر الاكثر تداولا على الفيسبوك يعني ناس كتير شيرته وعلقت وكتبت وقالت. طيب ده يرجعنا للاصل المجتمع المصري ايه اللي بيحصل فيه يعني من زمان جدا اهالينا عش العصفوره وبعدين حصل تمرد. لا الماديات بقت بتلعب دور كبير جدا في الحياة. البنت ما بتتعبش لأنه كمان الأهل عايزة موبايل عايزة عربية عايزة كذا عايزة أغير عايزة أشتري عايزة 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 ما بيعملوش حاجة. الولد نفس الشيء
فبالتالي هم لما بيتقابلوا انت كونت لي ايه من الليسته اللي انا عايزاها، وانت هتعملي لي ايه من الليسته اللي اهلي برضو انا ولد متدلع. فبقت المساله ما فيش نيه جواز، ما فيش كده من القلب، ما فيش قلبي دق يا ماما، ما فيش الكلام ده خالص. حاسه انك عندك استثمار شركه، يعني في استثمار هيحصل. الغويشه وقع منها واحده، الغوازه الكوشه باظت، الجوازه بقى. الشبكات بتاعتكم لسه على الثاني، انت عارفه المهر بتاعنا كان ايه؟ 300 وال500 وال1000 لما يكون مش عارفه ايه. على بقول لك ايه سهير بتقول شبكتك ايه؟ بتقول كلنا هنقول كان 500. ما اتشبكتش، ما خدتش الشبكه، ما جابلكيش خاتم ولا حتى ولا مهر، ولا مهر. والجوازه الحمد لله مش كويسه قوي ولا مؤخر، بس الجيل بتاعي كان الحدود اللي هي ال 500. احسن جيل والله. اوكي. انا احنا انا كنت موقنه بشيء معين، ان انا لما اتجوز واحد وابقى مش عايزاه انا اديله عشان يطلع، استنى منه. وبعدين انا جوزي كان معيد في الكليه وانا كنت لسه في سنه اولى كليه. عارفه ان ظروفه هو بروميسنج، واعد ان هو هيبقى استاذ في الجامعه والحياه هتمشي. ما كنتش من انا من طول عمري من النوع اللي مش مادي قوي، مش مادي اللي هو مبدا العيله اشتريت راجل وعنده طموح. يعني فحته بقى جاب ايه وما جابش ايه. انا حتى في الهدايا لما جينا اتجوزنا مثلا كان يجيب لي هديه، اقول له ليه ما الهديه؟ وانا قلت له انا ولا هجيب لك هديه ولا تجيب لي هديه، لان ما دي كلها فلوس البيت، فلوسنا اللي احنا بنصرف منها. مدبره بقى اقتصاديه ولا شبكه؟ عمرك ما تمنيتي؟ ولا عمري. طب بس اكيد جه لحضرتك بقى بعد كده، يعني اكيد عوضك. بصي انا ما فيش حاجه، انا اي فلوس بتيجي بجيب اللي انا عايزاه. يعني اما بيبقى معانا فلوس بجيب، هو يجيب لي. طب وفي جواز بنتك بقى دكتوره نادي، تصوري ان انا بنتي اما جه جوزها يقول عايزين حاجه بقى ولا لا؟ لا، اما قلت له مش عايزين شبكه. كان خدي بالك يا دكتوره هي ممكن يكون كلام البرنامج هما سامعيني دلوقتي. لا ثاني، هي قبلت بكلامك. كانوا داخلين بقى داخله، يعني في بيت لسه بيتاسس وفرش وكده ولازم يبقى اعلى مستوى. فانا قلت له انتوا في طلبات عليكم كتير، انا يا فرحتي بسوليتير يتحط في الدرج يتلبس مره كل 3 4 5 اشهر او كل سنه. فببص لقيته سكت كده، ولقيته بعد كام يوم جايب خاتم حلو. قال لا، ما هو ما ينفعش ان انا اخواتي كلهم جالهم شاب، يعني حاجات حلوه. زيت العريس بقى. قلت له حبيبي انا مش شايفه ان دي لها اي معنى بالنسبه لي، لان الفلوس دي كانت هتسد في حاجات اهم. هي كانت حركه منه لطيفه، وانا في الراس اي مينت، انا كنت بقصدها ان انا مش عايزه يبقى عيب عليه. انا عايزه اعرف شبكتك يا جميله. شبكتي ايه اللي جالي؟ يعني اتشرطت؟ يعني اشترطت حاجه معينه؟ لا اكيد لا. ولا هو اللي جابها؟ بصي حماتي بصراحه وقتها كلمت، ولا ريهام قمر يجي لها اللي هي عايزاه. لو حماتها وهي بتحب حماتها. الحقيقه بصي بصراحه حماتي كلمت مامتي وقتها وقالت لها انزلوا، هي ما نزلتش معانا يعني. قالت لي اشرف هينزل، قالت لمام يعني اشرف هينزل معاكم وهاتوا اللي انتوا عايزينه. وحتى ادت لها علبه، كانت لها املوا العلبه هاتوا اللي انتوا عايزينه. فهي كانت العلبه كبيره ولا صغيره؟ لا كبيره، بس ما مليناهاش طبعا يعني. لكن يعني هو كانت هي جايبه له فص، فروحنا علشان نعمله. كنت هجيب الدبله يعني. فبصراحه هو يعني نقلي حاجه كمان وجبناها. هو برضو اختيار، هو مش انا يعني نزل معانا بقى يوريني. طب ده يعني اكيد كنت مكسوفه. ما حسيتيش ان هو لا كنت مكسوفه ان انا اطلب يعني. يعني السوليتير صيغناه عملناه. والدبله نقيتها، فلقيت هو زود لك زود عليها كمان حاجه كمان. ده 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 المهم. اما النجم ممدوح عبد العليم، بصي انا بقى انا حاجه يمكن الناس وعمري ما اتكلمت، عشان خاطر ممدوح الناس مش هتصدق. بس انا اعتقد جوازتنا عملت ازاي. يعني احنا كنا مختلفين، هو كان نجم كبير وانا كنت مذيعه معروفه، مذيعة قمر. وكنت وقتها كنت وقتها راجعه من MBC. واحنا اتقابلنا على الهوا على فكره، يعني كانت الجوازه على الهوا كده زي ما احنا قاعدين بنتكلم مع بعض، ويعني حصل الكليك ده على الهوا. بس عايزه اقول لك انه بجد لما جيت اقدم، انا كان والدي متوفي له سنه، فانا كنت متصوره بعد وفاه بابايا كل حاجه تتساوى. يعني مش مهم اعمل فرح، مش مهم، يعني ده كان احساسي وقتها. الفرحه راحت، فكان كل حاجه مش مهم. وكنت وصلت من برضو الشغل بيخلي الواحد عنده عايزه حد انا ابقى اعيش معاه. كل ده كلام فارغ بجد، ده مش بقوله يعني يمكن يكون بيسمعني دلوقتي. حققي نفسك. لا يعني انسان، انا عايزه اتجوز انسان بجد اقدر اعيش معاه.
ممدوح حد كريم جدا جدا. رفيع بيه بقى يعني عارفه ازاي؟ بس قبل ما يبقى رفيع بيه كان لسه بس والله هو رفيع بيه طول عمره. فوقت لما جه اتكلم هو واخويا لانه كان والدي متوفي، اخويا الزهر كان عايز يخلص مني فقال له ايه اللي انت عايزه؟ فما اتكلمناش. عايزه اقول لك ان احنا ما اتكلمناش في المهر، انا ما خدتش مهر، ما اتكلمناش في المؤخر، مش فاكره لو كتبنا. الشبكه هو جاب كادو حلو جدا طبعا انا ما اتكلمتش فيه. الفستان اخويا اشتراه لي من امريكا، كان جاي بالصدفه لان انا كنت عملت فرح صغير جدا عائلي قوي بعيد عن كل الصحافه، وكان حاجه كده. صوري انا فاكره الصور. ايوه كان جاردن بسيطه قوي بسيط كده. كان خبر كان خبر واحنا تكتمنا لانه بجد احنا كنا عاوزين نتجوز ونسافر وبعدين حاجه عائليه. وبنيتوا نفسكم وبنينا نفسنا. عايزه اقول لك ان احنا اتجوزنا في بيت كبير بس كان عندنا لغايه الليفنج روم، يعني كل ريسبشن ما كانش عندنا ريسبشن. الله وبدانا نجيب حاجه بحاجه واهالينا وقتها اتجننوا يعني طب ما انتوا في فلوس. لا قررنا نسافر بالفلوس وبعدين ده يجي. اتمنى خليت العروسه. انا اتمنى اعرف شبكتك انت وانا هقول انا العروسه. لا انا بس يعني بلقح كلام. انا عايزه اسال الشبكه دي ممكن تغيريها وتجيبي غيرها؟ لا العرف بتاعها جالها ايه الاول؟ جالها ايه الاول؟ انا حكايتي مختلفه. انا لما اتقدم لي بابا منى، اهلي ما كانوش موافقين اصلا على الجوازه دي. ماما يعني وافقوا عشان شافوني انا مصممه وبتاع. فماما نزلت معايا للجواهرجي اللي هم جايبينه ان هو بيتعاملوا معاهم، كان في الحسين تقريبا حد مشهور هناك. رحت نقيت الدبله والخاتم وكل حاجه. وانت كنت عارفه ان هي في حدود قد كده ولا هو قايل لا اللي انا نقيته هو اللي انا جبته. بس انا بطبيعتي مش الشخصيه إيه؟ اللي بحب الحاجات اللي كنت وقتها اميره ولسه مش عارفه الدنيا فيها ايه. ساعتها بالظبط حاجه صغننه. المهم يعني المهم اشتريناها واتجوزنا. الحب الشوق الشوق. يا ريت كان المهم مش كده. المهم انك دلوقتي لازم تسالوني فين شبكتي؟ فين؟ رجعت. هو اخدها بعد الطلاق؟ لا قبل ما نطلق. طلبها استغفلني. انت صغيره وساذجه بجد. انا كنت صغيره بساذجه بجد. خدها يفك زنقه يعني ولا ايه؟ وصدقت ان يفك زنقه واوعدك انه هجيب تاني. نبي طيبه وكلام والله. وفعلا عملت كده. خسر بني ادم طيب. دي حقيقه يعني. فك زنقه وانت فكيتي الجوازه بعدها؟ لا خالص. خالص انا بعد يعني بعد. لا مش ده السبب. لكن مش هو ده السبب. لكن انا بس بقول ان انا متفهمه عقليه البنات اللي لما بيكونوا صغيرين بيحبوا وصغيرين وما عندهمش تجارب عندهمش مشكله خالص ويقرروا ان هم يعيشوا زي ما شافوا ابوهم وامهم عايشين. الست اللي بتساعد جوزها فجوزها يعوضها بحاجه. فانت عندك الصوره دي. فالصوره دي ليه مش هتعمل معايا؟ فتتفاجئي ان لا انت مامتك ولا هو بقى ولا الحياه هي نفس الحياه كده بالسذاجه دي ولا هتبقي انت مفيده ولا خدتي درس جامد. في تقليد كمان. في التقليد اللي هو ايه؟ طب ما هي صاحبتي بنت طنط ما تديها حاجه لها كذا. اشمعنى انا؟ ايوه طيب ما مش عارف مين يعني لما بتحبي ما بتفكريش. ما كناش كده احنا اللي بتحب. مشكله البنات لما بيحبوا والتنازلات اللي بيعملوها كتيره جدا. صح ما بتراضي باي حاجه بس تقدير. طب ومنى بقى انا جالي في الخطوبه يعني الخاتم الجميل ده زي كتاب مفتوح كده. وبعدين دي الشبكه بتاعتي والسرتير مش عارفه اقول لكم من غبائي عملت حركه غبيه جدا. ايه ده يا انا عارفه حضرتك يا منى مش لازم بروح الجيم كل يوم. بعدين قلت ادخل بقى بخار وبتاع ولبست الكيس المغربي ده ورحت ما لقيتش بقى الفصل بتاعه. فسبت خفت عليه بقى بصراحه. بس هي شبكه لطيفه. هي الموضوع تقدير من العريس للعروسه وحبه ليها وتقدير. ما بتطلبش مفيش حاجه اسمها انا عايزه زي فلانه. ما ينفعش يعني دي شكلها حتى تبقى شخصيه غير سويه. هو تقديره تطلب إيه؟ بالهديه يعني على فكره انا دايما شايفه ان في اولويات. في ناس كتير بتهتم قوي بالمظهر بطريقه الفرح بالحفله بالفستان بالشبكه. وفي نفس الوقت ممكن يعانوا ليه سنوات من ان هم اشتروا الحاجات باقساط او ما جابوش كل حاجه. انا بتفرج على الويدنج بلانرز اليومين دول الموجودين. تحسي انك انت داخله مش في فرح ده انت داخله الف ليله وليله. الف ليله وليله. والكاب كيكس والشوكولاته والورق ابهار. احنا كان على ايامنا اخرنا. انا فاكره كان اخرنا لا كان لسه انا كنت بخش الزهره. ما كانتش الزهره فاضي. والبنات اللي يلبسوا الورد على الترابيزات والمازول دينار. طب ما عملتش. طب انا عايزه اسال سؤال يعني
برضو يعني ايه اللي وصل المجتمع لكده؟ يعني خدوا بالكم احنا كمان لا غير الماديه، احنا كمان بنتفرج للاسف على انواع من الدراما بتخلي الاسر في حاله من الحيره. يا اما بتشوفي حاله الحاره فالام يبقى عليها كمبيه لا فتخش السجن، او الحاله او البنت تضطر تعمل افعال معينه. ده اللي مطروح على الدراما يعني، بنتكلم على السنه دي مثلا. او ان العائلات كلها عايشه على سويمينج بول وديكورات فظيعه وقصور، فالعائلات الحقيقه المصريه لان ما لقتش، ما بقاش في بابا عبده، ما فيش المتوقع، ما بقاش في الميزان، الميزان اللي على الشاشه ليظبط المجتمع. فده هيحصل له، هيحصل ايه؟ خلينا شافكي نرد على سؤالك، ان ده سؤال مهم. وطبعا هي قعدت ستات، احنا اللي هنرد على بس مفيش شاي بقى ولا حاجه، هجيب لك كل اللي انت عايزاه. نطلع لفاصل ونرجع بعد فاصل نرد على سؤال شافكي. واربعه شاي من فضلك. بنرجع مره تانية مع حضراتكم، وشافكي كان ليها تساؤل بتسالوا لينا ولحضراتكم، يا ريت تشاركونا من خلال تليفوناتكم، احنا مستنيين تليفوناتكم. بس انا هسيب شافكي هي اللي تقول تساؤل مره تانية. مره تانية بقول انه انا بيصعب عليا الاسره البسيطه، يعني ساعات ابص كده على الشاشه اقول الله فين فين الموظف اللطيف اللي هو العيله بتجتمع كده على الاسره وياكلوا اكله لطيفه، والولاد في السينما في السينما وفي الدراما، في الدراما الاثنين. احنا انقسمت الدراما في رمضان يعني تلفزيون اكتر، زي ما سهير بتقول ليه، لان التلفزيون مؤثر قوي في البيوت. انما انت دلوقتي بتتفرجي يعني كلنا، يا تشوفي يعني انا بحزن بجد انه الحاره المصريه اللي شفناها برقي، واكيد استاذتنا هتقول رقي نجيب محفوظ، كنت بتحبي الفقير، انت بتحبيه، عايز تبقى شبهه. دلوقتي بقت متصوره انها كلها بلطجه، وبقت متصوره ان هي كلها الناس يعني الشعبيين. انا عندي الناس اللي بيساعدوني في البيت عندي، وانا بحب اقول الناس اللي بيساعدوني بجد هم من 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 مناطق شعبيه. انا بلاقيهم راقيين ولطاف ومكافحات، ست مكافحه جدا وعايزه تجيب احسن حاجه، احسن حاجه. ما عندهمش البلطجه اللي بتشوفها، مفيش البلطجه دي في الدراما والافواره، مش زي ليالي الحلميه يعني. فين بابا عبده بالذات؟ فاكره بابا عبده زمن بابا عبده؟ فين ده؟ فين حلم الموظف ان بنته تدخل الجامعه تتخرج ويجي لها الولد ويفرحوا بالدبلتين؟ يعني شوفي انت الخبر بتقوليه مفيده، 15 غويشة، مفيش فرح، 120 جنيه الدبلتين كانوا بيساعدوا الناس دول. لكن لما بيشوفوا على الشاشة اللي احنا يعني كل العائلات، التلفزيون موجود في كل حتة، هيشوف سويمينج بول وديكورات فظيعة، عايز يوصل وحاجة رهيبة. طب ما هي الدبلتين بالنسبة لها دول ايه ده يعني؟ اصل بصي طيب. شافكي الماديات طغت، صحيح الماديات طغت ليه؟ لان بقى في مستجدات كتيرة. انا على ايامي لما كان عائلتنا تحب يعني تبسطنا نروح السينما يوم الخميس، ما كانش في كافيه، ما كانش في حاجه اسمها مطعم، ما كانش في اوتيلات مليانه بالشكل اللي احنا بنشوفه ده. كان في ترابط اسري، كان في ترابط اسري، كان في ما كانش في حاجه تشتتك. انا دلوقتي بستغرب اما بقعد في وسط مجموعه ستات، او حتى كل حد منصرف على الفيسبوك وعلى الواتساب وعلى ايه، وكاننا كلنا حتى قاعدين مع بعض، كلنا في جزر منعزله. وكلنا الماديات، التلفزيون انا فاكره اول ما طلع التلفزيون كان القناه الاولى والثانيه، ولما الثالثه فتحت كانت حكايه. دلوقتي شوف، وكان التلفزيون قد كده والشاشه قد كده، اختراع وشاشه. شوفي دلوقتي وبنروح يعني نقلب خمسه او تسعه، بقى في اشياء مبهره. انت عايزه الحاجات المبهره اللي جت دي تشوفيه، انت شفتيها عايزه يعني، انت بتشوفي حاجه عند حد بتقولي ده فلانه جابت كذا، انا عايزه اجيب. لو احنا ما عندناش العلم ده او الخلفيه دي، انا اللي بيصعب عليا بقى في اللي احنا فيه ده الفئات المقهوره، اللي بتشوفه ما تقدرش، اللي في الرجوع واللي في القرى اللي بتشوفه ما تقدرش، اللي شايفين على التلفزيون ناس عايشين. لا بصي يا دكتور، هم دلوقتي اصبح احنا همشناهم. يعني احنا زمان كنا نقول طبقه المهمشين فيبقوا باينين، المهمشين بقوا كتير قوي، وبقوا الطبقه الوسطى بقوا كتير قوي، الطبقه الوسطى. وعلى فكره قضينا على النجوع، انت النهارده بتشوفي ناس محتاجه، والاعلانات الاوت دورز شكلها عليها اكل مغري جدا، كل حاجه مغريه. بقعد اقول يا ترى الغلبان اللي بيشوف المنظر ده بيحس بقت بقينا طبقات، الاغنياء بقت طبقات، يعني الفقراء طبقات، رمانة الميزان اللي هي الطبقة الوسطى اللي اختفت من السبعينات تقريبا. بالظبط. طب هل احنا المدنية مش جاهزين ليها؟ يعني المدنية لما ظهرت، احنا بنتكلم مثلا في 10 سنين،
المدنيه اللي طلعت علينا دي وقضت على حاجات كتير، بقينا مستهلكين والتكنولوجي احنا مش جاهزين. في سلع احنا مش جاهزين، اللي معاه فلوس يجيب. مش جاهزين وعندنا حراميه كتير. احنا عندنا حراميه كتير بغض النظر عن احنا حراميه في كل حاجه، في كل مكان وفي كل مجال. عندك الشخصيات اللي بتأفور في تمن كل حاجه، اللي بتبالغ في كل حاجه. التجاره بقت بيزنس، حتى بالظبط انت عندك بقى السينما بقت تجاره، الدراما بقت تجاره، الفيسبوك فيه اعلانات بقت تجاره، المدرسه بقت تجاره، على فكره الاعلام بقى تجاره. ده اهم حاجه، الاعلام تجاره يعني جدا. ابسط حاجه انا ده يخلينا نخش برضو في موضوع اعتقد ريليتد موضوع. طب خلينا قبل ما نخش نسلم على ايناس عشان احنا سايبينهم بقى لهم فتره. ازيك يا نوسه؟ ايناس يلا بينا. اخبارك ايه يا حبيبتي؟ مساء الخير يا مفيده، ومساء الخير يا منى، ومساء الخير على كل الموجودين معاكم في الاستوديو وكل مشاهدين الستات ما بيعرفوش يكذبوا. احنا النهارده في ضيافه استاذه خديجه لطفي وهاله الجندي وسميحه السيد مع الاحتفاظ بالالقاب طبعا يا جماعه. استاذه خديجه كانت عايزه تعلق على قصه الجوازه اللي باظت بسبب اربع غوايش، وهي بتقول ان ده بيحصل يعني عادي، فتفضلي. لا هي طبعا في يعني جوازات كتير جدا بتفشل او بتبوظ بسبب تعنت الاهل من ناحيه او العروسه او العريس من ناحيه تانية. ف لا بس الراجل جاب شبكه ب 121000. ما هو ده غريبه طبعا، ان يعني اهل العروسه بعد ما جاب كل الشبكه دي وفي الاخر يجوا يقولوا لا كمان عايزين اربع غوايش يعني، والغوايش لو حسبنا سعرها شيء بسيط جدا بالنسبه للشبكه، فيعني هم عايزين ايه يعني؟ المفروض كمان في المجتمع السعيد او انا مع هي مع من سوهاج ولا ف بيشتروا راجل يعني، فما يحبوش ان البنت تقعد كتير، وتقريبا بيشتروا راجل. فعشان كده غالبا يعني هم عملوا زي الاغاخان لما كانوا بيوزنوه في عيد ميلاده بالذهب ويهدوه الذهب، فهم غالبا كانوا عايزين يعملوا مع العروسه نفس الحكايه يعني. طب استاذه هاله، ده خلينا نتنقل نقول الشبكه زمان زي دلوقتي؟ لا طبعا، هو زمان ممكن تمسكي المايك اقرب. زمان كان التفكير حتى بتاع الاهل هي الشبكه عباره عن كدوم او هديه يعني من العريس للعروسه، فهو بيدي قيمته او امكانياته للعروسه، انما الاهل ما بيتشرطوش قوي في الشبكه وكده يعني. المفاهيم اللي احنا تربينا عليها ان ما فيش نقاش في موضوع الشبكه بكام يعني. انا طب ايه اللي اختلف دلوقتي؟ اللي اختلف ان النظره ما بقتش يعني بقت مظهريه، ما بقتش نظره جوهريه للناس يعني. الناس مش بتشتري راجل هيصوم بنتها، لا هي بتدور على فلوس وعلى راحه مظهرية، ما بتدورش على راحة حقيقية يعني. زمان كانوا يقولوا لك أنا أهم حاجة يصوم بنتي، أهم حاجة يحافظ عليها، أهم حاجة الراجل دوت يبقى راجل. طب حياتك لو بنتك هيجي لها عريس مثلا هتتكلمي بنفس الاتيتيود ده يعني؟ يحافظ بصي أنا عندي ولدين الحمد لله. الحمد بس لله. بس اللي بشوفه إن هو الولد أو يعني اللي بيتقدم اولا هي هديه منه للعروسه، ده اللي تربيت عليه. تاني حاجه بيقدم امكانياته. التعنت بقى في التفاصيل ديت يعني، في حاجه اهم من كده، هم الناس دي هتبني بيت، والعيشه بقت مختلفه دلوقتي وبقت اصعب من زمان، كان زمان الدنيا اسهل من دلوقتي، فلازم الكل يساعدهم. مش الطبيعي ان هم يبقوا كله بيحط شروط يعجزوا الولد او البنت على ان هم يكملوا الجوازه. الطبيعي ان هم يعني امكانياته ايه وهيقدر يعمل ايه، والطبيعي ان هو ما يستخسرش فيها لو هي في امكانياته يعني، الطبيعي كده. بصي حضرتك عندك ولدين وشهادتك مجروحه، فاحنا أيوه. ممكن نيجي بقى لام البنات هنا. حضرتك عندك ثلاث بنات؟ ايوه عندي ثلاث بنات. اتفضل. واقسم بالله اني ساعه ما اي عريس دخل بنتي وجه طلبها قلت له مهر بنتي. ايوه مهر بنتي. تصونها وتكون بتعرف ربنا ومش عايزه اي حاجه تاني. هما بيتفرجوا. اي طلبات؟ ايوه اي طلبات ايه تانية؟ قلت له يكون يعني تنتهي ربنا في بنتي. طب الشبكه اللي جت لحضرتك بقى من كام سنه من زمان؟ من 31 سنه. جات لك شبكه ايه؟ جات لي سلسله ودبله. سلسله ودبله؟ ايوه وكان ابن خالي كان في السعوديه، ماما الله يرحمها اتصلت بيه وقالت له الشبكه، قال لها الشبكه ما كيجعوا بيه يعني. مش العريس اللي جاب الشبكه؟ حاجه بسيطه يعني، ما علينا. بس اي عريس جه لبنتي عادي بشر الراجل، اهم حاجه عندي شر الراجل.
يعني بنرجع لهم مره تانية في الاستوديو. أيوة في اختلاف وجهات النظر من ام البنات وام الولاد. ايوه بس اهم حاجه انت يا ناس ميرسي جدا. والاختلاف ده بيأكد فكره اختلاف المجتمع كله والظاهره الجديده اللي احنا بنتكلم فيها. احنا ليه بقينا كده؟ كم الحراميه اللي موجودين زي ما احنا كنا بنقول في كل المجالات، خلى الدنيا غاليه، خلى الناس كتيره مش عارفه تعيش، خلى الناس شايفه ان في طبقات وفي ناس. الناس دي عايشه ازاي؟ ايه كل ده؟ الناس دي معاها جابت منين؟ السؤال اللي كل الناس بيسالوا لكل الناس، هم الناس دول جابوا ده ازاي ومنين؟ وكلنا بقينا بنبص على بعض، وكلنا بقينا شايفين ان انت بتشتغلي ايه؟ السؤال انت بتشتغلي ايه؟ انت جايبه ده منين؟ لا وفي حاجه تانية يعني انا حسيت كده حتى من الكلام، انا عجبني قوي كلام المدام اللي هي ام الولاد. الحقيقه هي فعلا ده اللي مهم، يعني البني ادم ده هيصونها ولا لا، هتعيش معاه ازاي. انا ملاحظه مش بس في الجواز على فكره، حتى في الحياه عموما احنا ما بقيناش نبص للجزء او الجوهر المهم في عيشتنا وفي حياتنا. البني ادم ده عايش مرتاح ولا لا، يعني هل مهم قوي الماديات؟ هل دي اللي مهمه؟ هنعيش بكام وهنجيب ايه وفي بيت شكله ايه؟ ولا المهم ان البني ادم او البني ادمه دي تبقى عايشه مع حد جنبي روحها مرتاحه معاه؟ اللي بتشوفيه في السينما واللي بتشوفيه في الاعمال الدراميه والمسلسلات بيخليكي دايما بين نارين. انا عايزه ابقى مبسوطه في حياتي، بس انا شايفه امكانيات ونفسي فيها. ازاي الناس مش واخده بالها ان مش الامكانيات دي هي اللي بتسعد؟ لازم التجربه حقيقي. بس طبعا ما بقولش الفقر المطلق، يعني ما بقولش ان الواحد يبقى محروم من كل حاجه ويعني وانه دي السعاده، بس بقول انه طالما عايشه الحمد لله كويسه ومرضيه ومعايا فلوس يعني اتعالج وبقدر انا اعيش يعني بالمعقول ومش محرومه من حاجه، مش بقى الفلوس الزياده هي اللي تسعدني. البني ادم الكويس اللي احبه ويحبني ويريحه ويريحني ده اللي هيسعدني. مين المسؤول عن ان ده ما بيتحققش؟ ليه ما بنسالش نفسنا؟ في طموحات ماديه وفي اتراكشن مادي رهيب. على سبيل المثال انا جيلي ما كنا بنروح نصيف في راس البر اللي هي اللي بالخوص واللي بالقش، ما اعرفش انت طبعا. لا ام كلثوم كان بتصيف، ام كلثوم وعبد الوهاب والناس، ودي كانت موجوده. وبرده دول كانت في وقتها كان بتوع الاغنياء، اما تروح واغنياء كان بتوع الاغنياء. كانوا اغنياء، لكن البساطه والتكلفه القليله. روحي دلوقتي شوفي راس البر بيئه. لا راس البر حلوه بس اتغيرت. جرى لها ايه؟ بقت مدينة. اجمل فيلل ممكن تشوفيها. انا السنه اللي فاتت رحت والفيلا ب 2 مليون و 3 مليون مبالغ رهيبه. حاجه مذهله، لكن هل هي فيها الريحه والطعم والدفء بتاع زمان؟ خالص. فدلوقتي الناس دايما بتفكر الحاجه الاغلى هي دي اللي انا عايزاها. شوفي الساحل الشمالي، شوفي كم مليار محطوطين هناك. حلم اي حد علشان على قد حاله شهور في السنة. عشان ثلاث شهور او شهر بقى في لكجري، بقى في رفاهيه فظيعه. ايه السبب زي ده؟ وانا مش فاقه على الفقره. الاجتماع وتعرفي الرائع جمال حمدان رحمه الله عليه لما ذكر شخصيه مصر وكان قال الشخصيه المتسامحه البسيطه المتدينه. لا بقينا مختلفين. ايه هو حصل بالمناسبه بالمناسبه احنا بقينا متدينين جدا بس ظاهريا شكلا. لكن تعالي طبقي زمان كانوا اقل تدينا شكلا واكثر تدينا بكثير. هل دي يعني امراض العصر؟ السؤال للدكتوره ناديه ونسمع برضو. بحب اراء مفيده على فكره. هقول لكم ليه بحب مفيده عندها حاجه لطيفه من زمان، يعني من اول ما تقابلنا هي كده. هي زميلتي جدا طول اللي في قلبها. طيب خلينا ومنى طبعا خلينا نطرح المساله بشكل ابداني. احنا كلنا يعني من بيوت وعندنا اولاد وعندنا عائلات. بس خدي بالك انا جده كمان. انت جده حاجه حلوه. الحاجه اللي غابت عن مصر وغابت عن المجتمع المصري اللي انا بتفق مع مفيده فيها، مين الحرامي اللي سرق المجتمع؟ بالظبط. مين يعني هقول لكم بصراحه، مين بيكلم الاسره المصريه كل يوم؟ انتوا الاعلام. انتوا بتكلموها بس انتوا. لو جينا على برامج، مين البرامج اللي بتكلم الاسره؟ بتكلم الاسره. مش عايزه اقول انها بتخاطب. تعليم واعلام يا شفيق. ما دي حاجه. مين بيكلم الاسره؟ الناس من مين بيكلم الراجل؟ انت فاهمه يا عايزه ايه؟ مين اللي بيبني الاسره غير برنامج الستات؟ مين
عنده مسؤوليه يعني ان هو حس على اكتافه. انا شخصيا كنت بتكلم في برنامج برنامج توك شو يعني بنتكلم كنا في السياسه وبتاع, ما كنتش بكلم الاسره. انا بتكلم عن الحريات والسياسه, لكن انا بتكلم انتوا بتعملوا حاجه بتكلموا الاسره. قولوا لي كده عايزه حد يسمي لي 6-7 برامج بتكلم الاسره. لا ما فيش غير ستات ما فيش كده, وانا على فكره مش بشكر يعني ممكن يبقى في 2 واحد يكلموا الاسره بصدق, فدي اول واحد غياب. ما فيش حد بيكلم الاسره. بالليل بقى الاسره دي يعني يعني زميلنا المصور اللي قاعد ده او زميلتنا او العامل او العامله اللي رايحه الصبح مصنع, اللي رايح يزرع, ما بقاش فيه على فكره فلاح ساعه يديك بيد كوكوكو, ده ما بقاش موجود لانه بيسهر على التلفزيون. مين بيكلم الناس دي؟ برامج بالليل بتجيب احباط, حالة نفسية سيئة, ما عندكش عندك. ولما بيتعمل الصبح بيتعملك ازاي الكواليتي قليلة ما توصلش الفرخة ولا البيضة؟ لا المجتمع اتغير. ما هو المجتمع مين اللي بيغذي؟ لا ما هو مين اللي سرق المجتمع؟ الإعلام بينقل الواقع يا جماعة, والفن بينقل الواقع. ما تجيش تقولي لي الفن بيألف من دماغه. الواقع بقى صعب. الإعلام سبب من أسباب انهيار المجتمع المصري بلا شك. الاعلام ولا التعليم الاول يا دكتور؟ لا بصي هما الاثنين في نفس الموقف, لان انت الولاد في المدارس طبعا التعليم منهار طبعا, لكن الاعلام هو نمره اتنين. نمرة اتنين هو البديل. ده اللي انا اقصده, هو البديل. اذا كان التعليم انهار لاسباب كتير احنا عارفينها, كثافه الفصول والاختناقات وزياده العدد وحاجات كتير, حاجات والسرقه واللي تحت الترابيزه وكلاء المدارس اللي يخش يقول لك طب بص ده تعليم بايظ. لا التعليم كواليتي على فكره. على فكره مفيدة انت تتكلمي على اولادك واولادكم اللي دخلتوهم مدرسه. لا طبعا انا مدرستي كانت ثانوي اعدادي وسنه, اللي كان بيخش مدارس اجنبي او مدارس خاصه كانوا خايبين. التعليم بتاعنا لما كان كثافه الفصل 20 احنا عايزين نرجع. التعليم هيرجع لو رجعنا 20 تلميذ وتلميذه في الفصل. طيب عارفه لو عملنا ايه؟ لو بيتكلموا خلينا في التعليم بقى. خليني ارجع الاعلام. هرجع للاعلام. الاعلام ده بيخش بيتي كل يوم صح, واحنا بقى عندنا في نوع من اولا انا قليل قوي اللي بينزل يقدر يخرج من الشارع, لان الشارع ما بيتخرجش والمشاوير ما عادش بتتعامل. خلاص البيت هو القوقعه بتاعتي, هو الحصن بتاعي, فطول النهار قاعدين قدام التلفزيون. ومواقع التواصل اللي بيقولوا التلفزيون هو اللي بيربيني, هو اللي هو اللي بيتنقل على مواقع التواصل. انا ليا ملحوظه على حاجه مثلا في بعض حاجات اشياء احنا مستفزه واحنا غير راضيين عنها قدمها بعض الفنانين, مش هقول اسماء علشان ما فيش داعي. ابص الاقي اعلاميين محترمين بمشاهدها بكده, اعلاميين محترمين وليهم تاريخ عريق يستضيفوا الفنانه او الفنان. خليها اشباح فنانين. لا بصي مش هقول احنا حرام كلمه الفن بقت واسعه. انا بغض النظر احنا بنعترض على انتاج ما, على شيء ما, سلعه, حاجه ما طلعت انتاج صح. فني هل يصح ان الاعلامي المحترم او الاعلاميه المحترمه الحلقة ساعة أو ساعتين طول الوقت هي بتتناقش مع الفنان اللي احنا غضبانين عليه ده وبيعرضوا المنتج بتاعه السيء اللي هو بيحاكم؟ بتستضيفوه ليه؟ زي مثلا أنا هقول حاجة صغيرة, حلاوة روح وهو ممنوع, أنا تقريبا شفته كله على التلفزيون في برنامج المقدم البرنامج أو صاحب البرنامج الإعلامي الكبير المشهور عمال بيتناقش وتليفونات وناس بتعترض وناس والمخرج والمنتج والفيلم بيتعرض أو كم تيجي إزاي؟ المفروض في الأول في رقابة يعني, هي كلها في قضاء أنا استفزاز ودي حصلت بقى في حاجات كتير بالشكل ده. استفزاز يعني أنت علشان تجم يبقى عندك نسبة مشاهدة عالية عشان أجرك يعلى تقوم بتقتل البلد. اسمحي لي دكتورة نادي أنا عايزين نطلع الفاصل بس انا هضيف مع حضرتك ان على قد ما احنا كاعلاميين او كاعلام غلطان, احنا كبني ادمين ومشاهدين اكتر منهم. احنا غلطانين, احنا ضعاف جدا, احنا ضعاف اللي ادينا المساحه لكل واحد موجود دلوقتي انه بيبقى بحجمه ده, لان احنا اللي قعدنا نتفرج, واحنا لو في فيلم بينزل في السينما احنا اللي بنروح وبندفع نتفرج وبندفع تذكره, فبيجي يرد علينا الرجل المحترم او واتفر المنتج اللي موجود يقول لك ايه انا بجيب على ايرادات.
تقدر تتكلم معاه تقول له ايه؟ اه صح انت بتجيب على الجمهور عايز يخليه ثانيه واحده معلش لا لا احنا مين؟ مش عارفه معلش عشان احنا بنروح نحضر الافلام والبرنامج معلش يا دكتوره والبرنامج والبرنامج اللي بيجيب ده بيجيب اكتر اعلانات بيست على ايه؟ طب ما بيست على نسب مشاهده بتعملها الشركات على الناس يبقى مين اللي ماسك الناس بتتفرج بالليل وبتنتقد الصبح يبقى مين اللي ماسك على دول احنا المشاهد هو ده بس انا عايزه تتكلمي على احنا مين؟ احنا الجمهور اني جمهور انت بتتكلمي على اني جمهور اللي بينزل سينما انت عندك الاحصائيات الجهاز المركز التعبئه العامه والاحصاء منزل لك الاميه نسبه الاميه في مصر 36 ودي نسبه كاذبه يبقى الاعلان تاني اكبر تعليم عفوا نمبر 1 كتير يعني عندك التسرب من التعليم وعندك الاميه الثقافيه احنا عندنا نسبه طيابه وبساطه بلاش اقول عندنا كل انواع الاتكال انا معاكي انا وانت ما نتفرجش حاجه دايما بيتفرج يعني بس اسمحوا لنا ناخد طب نكمل هذا الحوار عشان بس ما نطيحوش بس بعد الفاصل تكملي التساؤل في الفاصل ونسمع صوت الناس طب ما تخش يعني انت بعد الفاصل تقولي التساؤل لا انا هقوله لك يعني بس سريعا على اللي انت بتقوليه اهم حاجه نرجع ونقول مين اللي سرق المجتمع المصري مين سرق البلد الشعب المصري اللي نزل في 30 يونيو ده شعب قوي جدا للاسف اعلام وفن ودوله اقل من هذا الشعب انا معاكي في النقطه دي مين اللي سرق المجتمع المصري هو ده اللي هنكمله بعد الفاصل ان شاء الله انا هقول لكم بقى وبنرجع مره تانية وقبل الفاصل كنا بنطلب حاجه نشربها وكنت عماله بتحايل على سمعة عشان يجيب لنا حاجه وهم مش عايزين يجيبوا لنا حاجه لا والستات ما يعرفوش يكذبوا مش هنكذب مش عارفه اقول لهم ايه يعني ضيوفنا ومش عارفين نشربهم حاجه مره تانية بنرجع للحوار المهم جدا اللي جه من خلال واحنا بنتكلم احنا ما كناش ناويين نتكلم في النقطه دي في حوارنا لكن بجد شافكي قالت خط طويل او عنوان كبير لحلقتنا النهارده مين اللي سرق المجتمع المصري واعتقد احنا محتاجين نفضل طب اقول لكم حاجه كنت بحلم بيها وقت الانتخابات يعني احنا وقت تجربه الاخوان المريره بجد واللي مرت علينا كلنا في البيوت والاعلاميين وكل الناس كلنا كده كلها على قلب رجل واحد كنت متصوره وقت الانتخابات انا كنت بقعد اذاكر فلاقي مثلا مين اللي ادى الاخوان مين ادى مرسي سوهاج اكبر محافظه الاقي مثلا الفيوم الفيوم الغردقه اجي الاقي ان الجيزه والقاهره رمانة الميزان يعني كانوا مصحصحين الفقر اجي الاقي مثلا محافظه زي المنوفيه اقل محافظه فانا تصورت لو انا موجوده في الدوله المنوفيه انا موجوده في الدوله متعلمين يعني او الساده اللي موجودين أو في الدوله حاجه في الدوله لا مش عايزه امسك يعني لا يعني لو في وقتها الساده اللي موجودين في الدوله اجي كده احط الخرائط دي واستفيد اجي اقول ايه هنا نسبه التعليم قليله فانا لازم انزل بايه بقى مسرح بثقافه بمكتبه متنقله لانه ده الاسرع اجي احل المجتمع من نسب الانتخابيه وانت فين الفن في المدرسه اجي اقول المنوفيه المنوفيه دي فين الفن اكتر في البلد مش في المدرسه بصي يا منى اكتر محافظه نسبه تعليم عاليه فيها جدا فكل فاذا انا مقياسي بيقول ايه كلما زاد التعليم في هذا المجتمع كلما زاد وعي الناس كلما فانا اجي اقول ايه المنوفيه دي نموذج طب اعمل فيها تجارب كتير تعلى فالمحافظات تقل او اخد تجربتهم نفسي حد يفكر كده يعني نفسي الوزير المسؤول عن المحليات يفكر كده نفسي محافظ القاهره يفكر كده نفسي محافظ سوهاج يقول ايه ده دول ادوا كذا يبقى انا عندي تعليم اولويه في المحافظه عندي نفسي حد يفكر لهذا المجتمع يعني مين اللي هيفكر حاجه برضه يا شفكي اتفضلي التعليم عندنا بيعاني معاناه جامده قوي تجيبي ميزانيه منين لهذا الكم الهائل من الطلبه الولاد بيتعلموا في مناخ في منتهى السوء رديء لا انساني لا ادمي ازاي حتى لو استوعبتي كل الاطفال اللي لسه داخلين مدارس وعملت لهم فصول هتوفر لهم ازاي المناخ انا احفادي عايشين في هولندا تخيلي التعليم بقى لما بقعد اسال الولاد وايه واتحسس كده واتخيل واتصور واجي في نفس الوقت اقارن هنا امبارح كان في حد في التلفزيون صبي كده بتاع 12 13 سنه في برنامج ما بيقول ان الفصل بتاعه 80 تلميذ ال 80 تلميذ دول اللي قاعدين في هذا المناخ الرديء السيء هيطلع منهم كام واحد بيفهم صح بيطلع منهم واحد عنده هم دول اللي بينجحوا اللي عندهم ذاكره
بيقدروا يستوعبوا. احنا دلوقتي عملنا كله في التعليم شحن الذاكره بالظبط. لا والمدرس على ما يجيله يعلمه بالزبط. حاجه ويجي عليه الدور مره تانية يبقى فات قد ايه. فاحنا منظومه التعليم دي منظومه هي اللي هتوقف البلد على رجليها. عارفه اقول لك يا دكتور تمشي ازاي؟ تشتغلي عليها بخطتين، خطه النهارده اليوم أوكي. لان انا في بلد بتبني نفسها. انت بتتكلمي على الوعي بقى اليوم. اليوم طبعا انا اشتغل اليوم بايه يعني اجي اقول ايه ادواتك؟ ايوه بالاعلام برضو. لا انت الاعلام استنوني بقى الاعلام والسينما والمسرح. فكرتوني بحاجه، انا ليا كتاب ده منشور في الهيئه العامه للكتاب من حوالي 15 او 20 سنه كان عن قضيه التعليم، بقول دور الدراما التلفزيونيه في تشكيل وعي المراه، واخترت 100 امرأة أمية تماما و100 امرأة معاها شهادة جامعية. أمية أبجدية يعني خالص ما تعرفش لا تقرأ ولا بتكتب. وابتديت أشوف في النهاية قلت إن إحنا عندنا أمية نسبة عالية جدا ودي هتاخد سنوات علشان، فلازم بقى نعتمد على إيه؟ على الدراما. الدراما هي اللي تبقى المدرس اللي جوه البيت. الست تعرف حقوقها عن طريق الدراما، تعرف تاريخ بلد عن طريق الدراما، فاكره المسلسل اللي عملته صفاء ابو السعود هي والمستحيل مع فتحية العسال الكاتبة. انا كنت صغيره وانا بتفرج على المسلسل ده والمسلسل ده معلم معايا قد ايه في اللحظه اللي هي بتتعلم وهو بيخش فيلاقيها بتشتغل فيبص لها. انا لسه اللي كان مين محمود الحديدي هو كان التاليف فتحية العسال الله يرحمه طبعا. بيبص لها بمنتهى الاعجاب، انت قدرتي تعملي حاجه. انا كبنت صغيره ده شكل وجداني ومسلسل ام كلثوم. ام كلثوم دي ايقونه يعني فنانه وصلت من تمايل الزهايره من تمايل الزهايره نسيت الاسم. المهم من بلدها من المنصوره. تمايل مسهر لا تمايز الزهيرة حاجة طبعا زهيرة. طبعا زهيرة. ايوه ماشي المهم ان وصلت انت وصلتي يعني انا فاكره الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن التقيته كتير جدا يعني ما كانش بس بيعمل ام كلثوم لمجرد انه بيسجل حياه لا ده كان بيدي مرأة مصرية دروس تحدي يعني احترام شخصيه. انت بتقولي هي بس دي توفر لها المناخ يا جماعه والظروف. طب احنا هو مين اللي انتج الحاجات دي؟ احنا ليه واحنا بنتكلم عن الدوله فين الدوله؟ اوكي ثانيه واحده بقى ليه واحنا بنتكلم عن تشكيل الوعي ومين اللي مسؤول عن الناس وصلوا ليه لهذا يعني ليه بقى عندنا هذه النسبه برضو من الهبوط؟ ليه انا شايفه احنا بنتكلم عن الاعلام وتشيز كويس قوي وبنتكلم عن التعليم وبنتكلم عن الفن وعن الدراما وعن الدوله، فين الاسره برضو؟ يعني هل طبعًا. احنا راضيين عن الاسلوب اللي بقينا بنربي أيوة بيه اولادنا النهارده؟ الاسره دي مين اللي جرب عقلها بقاله 50 سنه؟ لا معلش لا معلش معلش يا منى في ثوابت. احنا سيبنا دورنا. لا ثانيه انا بشوف حواليا معلش خليني اكمل في كده دلوقتي. انا بشوف حواليا في ناس متعلمين يعني انا مش بتكلم عن ناس جرفوا يا دكتوره زي ما حضرتك بتقولي، لا انا بتكلم في ناس حواليا متعلمين كويس قوي عندهم وعي هم شخصيا كويس قوي. بس بجد انا مش شايفه ان في وقت كافي صح. مش بقول كل الناس بس في ناس حواليا مستواهم المفروض يبقى في وقت كافي بيدوه لاولادهم. والحقيقه ان الامهات كتير ما بيبقوش بيشتغلوا يعني مش مثلا هتقولك اصل الست مشغوله وبتشتغل، لا بيبقوا قاعدين وساعات لكن مشغوله بتدي وقت اكتر. الام مشغوله بان هي خارجه مع اصحابها هنا او ان هي مش عارفه الحياه بتعسعس ورا جوزها. انا شايفه ان في لا وشايفه ان في تكبير دماغ لا وشايفه ان في تكبير دماغ كتير يعني مثلا انا من الامهات اللي مش بكبر دماغي كان لو الولاد صغيرين يعني مهمه قوي قوي نقول لو سمحت، مهمه قوي قوي لما نغلط نقول انا اسف ولازم كنت اكسر الحته دي مش عيب تقولها. كنت الاقي مثلا واحنا في النادي وام قاعده معايا فالولد يعمل حاجه يكلم حد كبير بقله ادب او مش عارف ايه والاقي الام ساكته فاجي انا الفت نظر ابني او بنتي فتقولي احنا لسه هنقول يا شيخه كبري دماغك يعني قصدي ان الاسره كمان مسؤوله عن انا معاكي بس هي منى قالت حاجه مهمه الدايره بتدور دايره احنا كلنا في دايره ده بيغذي ده حتى في ده بيغذي ده موضوع ريهام عندها وعي مكبرين. دخلني لحاجه مهمه جدا كلنا شفناها الفيلم بتاع البنت الصغيره بتاعه امبارح اللي ماسكه السكينه في بقها وبترقص الرقصه دي. انا مش هتكلم في اي حاجه، انا هتكلم ان اللي صور البنت دي
وهي بترقص الرقصه دي بالسنجل ابوها بتقلد. لا وخد الموضوع يعمل عليه موضوع بتقلد بتقلد أنا عبده. سيبك من هي كل بتقلد عبده. انا فاهمه انت البنت دي قدمت لها ايه على الشاشه؟ لا معلش يا شاشه هي الاب ده صورها وطلع بيها عشان يعمل عليها برنامج بيها بقى. عارفين ليه؟ لان هو شايف في مرايه المجتمع الجديده ان المرايه بتقول له كل ما كنت انت يعني بره الصندوق بس بطريقه غلط بالزبط. او عامل حاجه فيها بلطجه او حاجه ملفته عندك كاميرات بتعشق الحاجات دي وللاسف دلوقتي يعني ناس بتعشق الحاجات دي فبتنقلها. عندما المهمش تديله فرصه ان هو يتحط له سبوت لايت ممكن يعمل اي حاجه. وانا شايفه ان الصوره والفيلم بتاع امبارح ده اكبر دليل على ان احنا دمرنا المجتمع. اللي زاع الفيلم واللي صور الفيلم واللي شجعه على الفيسبوك بصوا كل واحد ده تلفزيون ده اب ده فيسبوك كلنا مذنبين كلنا دمرنا كلنا في نفس الخطر في نقطه الاسره اللي فتحتها ريهام نقطه مهمه جدا ان احنا من اول برضو قلنا الانفتاح والسبعينات الهجره الداخليه والهجره الخارجيه في هجره من الريف للحضر فبوظت الريف بخضرواته الجميله بزراعته الجميله بالاسره الطيبه الحلوه الراجل خرج وفي راجل خرج بره قعد في الخليج وجاب معتقدات بعدين نتكلم في سفاسف الامور ومش عارفه مش الدين الصحيح الحلو السمح شخصيه المعتدله لا بقى في تطرف بقى في الاب غايب وما هوش دريان بيبعت بس ظرف الفلوس كل شهر عشان الست تربي فبقى في مخدرات وبقى في دعاره وبقى في العشوائيات كلها هي منظومه من الاول من اول غياب الاب عن البيت والام على الاب والام طب على الجانب الاخر في بقى ناس زيك انت زي بنتي زي في ناس كتير زيك طيب. اكيد ممكن ناخد تليفونات ونكمل الحوار ده عشان في اصدقاء عايزين يشاركوكوا ويسلموا عليكوا كمان معانا رنا اهلا وسهلا بيك يا رنا اتفضلي اهلا بيكم ازيكم كلكم الحمد لله الموضوع اللي بتتكلموا فيه طبعا موضوع مهم بس انا كنت يعني كان ليا وجهه نظر اتفضلي مش عارفه يعني هتقبلوها مني ولا ايه طبعا بس انا شايفه ان بصراحه يعني الحتتين اللي المفروض ان كل الناس بتتعلم منهم سواء الدراما والتلفزيون الاعلام سواء التعليم نفسه والدراسه الاثنين بصراحه متدمرين تماما احنا معاكي احنا معاكي طبعا احنا معاكي بقت نظريه بحته ما فيش حد بيتعلم منها اسلوب حياه خالص صح صحيح بالنسبه للدراما سوري يعني انا اسفه كل الافلام والمسلسلات بقوا يا اما رقصات يا اما بلطجيه حتى الموضة اللي الشباب بقوا بيتعلموها تبص تلاقي الشاب من دول او الولد من دول مخطط حواجبه كانه واخد سنجة في وشه وكده ماشي على الموضه البنت المفروض ان هي هتقلد مين هتقلد مثلا الرقاصه طب يعني فين الحقوق والحاجات يا رنا احنا عملنا ايه بقى انت دلوقتي بتنقضي واحنا معاكي 100% احنا بقى كاسره انت دلوقتي لما ابنك او بنتك او اصحابك يقولوا لك تعالي نسهر نروح فيلم فدخلتي السينما ما لقيتيش غير الافلام دي هل وقفتي قلت لهم لا انا مش داخله الفيلم مش بتكلم عليكي انت كرنا بتكلم على تجربتك عموما هل حصل ده في اسرتك في على حياتك؟ فكره انا دايما الناس بتحسسني ان انا بتفزلك او ان انا مثلا مش يعني عايشه دور المثاليه زياده عن اللزوم ازاي انت مش عاجبك كل الحاجات اللي على الشاشه ازاي مش عاجبك الدراسه انت بتهاجمي كل حاجه انت مش عاجبك حاجه خالص بس انا فعلا حاسه ان انا مش بستفاد وحاسه ان انا حتى لو جبت اولاد مش هيستفادوا لا 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 يا رنا ما تفقديش الامل انت بتعملي حاجه هايله ما دام انت واعيه وشايفه الغلط وشايفه الصح وشايفه انه مش مفروض كده وانه الاعلام عنده خطا وانه هنا في خطا انت واعيه فالواحد ما يخافش ابدا على مواطن واعي لان كمان في ناس زيها اكيد وهي تربي صح بغض النظر اللي حواليها بيعملوا ايه يعني مش مهم الناس بتعمل ايه مش مهم المجتمع ماشي ازاي انت مقتنعه ايه الصح امشي عليه ومشي عيلتك وولادك عليه بشكرك يا رنا ناخد ايمان معانا تليفون اخر يعني هناخد ده وبعد كده استاذه ايمان اهلا وسهلا اتفضلي ايمان معانا اوكي انا اسفه القطع دكتوره ناديه بقى هو يعني احنا معظمنا الناس اللي على درجه معينه يعني الى ما حد ما من الوعي والتعليم والمستوى الاقتصادي وكده بنربي ولادنا بطريقه معينه الطريقه اللي تكاد تكون نموذجيه او بنحاول
ان هي تكون نموذجيه في طريقه تعاملهم مع الكبار، من فضلك بليز شكرا، الحاجات اللطيفه دي، ما فيش، ما تكذبش، ما تعملش، والحلال بين والحرام بين، يعني كل شيء بيبقى تمام. اما بيجوا ينطلقوا بقى ويروحوا المدارس الدنيا بتختلف، لان مش كل الاسر بتبقى زي بعضها، فتاثير مدرسه يبتدي ينعكس، لان هو في مجموعه من المؤسسات هي اللي بتشكل شخصيه البني ادم. تمام. انا في البيت عملت مجهود جامد قوي، احنا عملنا مجهود جامد قوي مع اولادنا وطلعنا اولاد زي الفل، يبتدي المدرسه تبتدي التاثير الولاد تبوظ شوي. يجي الاعلام بقى يبتدي كده يفرتكها. الدنيا يفرتكها. انا شايفه ان الاعلام دوره لا يقل، هما الاربع الى جانب طبعا الخطاب الديني، الخطاب الديني انا ليه عليه برضو شويه يعني ده مهم، لازم نقف عنده وقفه، لازم نقف عنده وقفه لوحده كده. لكن طالما ان المدارس التعليم عندنا منهار، طالما ان الاعلام اعلام انا بسميه مصاص الدماء، مش كله الحقيقه اعلام فيه اعلام، عشان نفهمها للمشاهد اكتر. نقدر نقول ان الاعلام اعلام منشتات اكتر منه، يعني حاجة جامدة جدا ظهرت في المجتمع، كل البرامج بتتكلم على نفس الموضوع بنفس الطريقة بنفس الضيوف في نفس اليوم، وأحيانا بيبقى فيه ازدهار او اعلام الفشار. البوب كورن، انت عارفه البوب كورن انت بتتسلي بيه ما ياثرش فيكي، هو ده البوب كورن. فلو احنا وصلنا بقينا اعلام الفشار الى جانب بقى الجوانب الفنية، الفن ده على فكرة تأثيره رهيب. احنا شعب بيحب الحدوتة، احنا شعب بيحب التمثيل، فين الحدوته الراقيه؟ عايزينها فين؟ شعب بيتفرج اكتر ما يقرا، فين الحدوته الراقيه؟ ده الحوار. وفين الشاي؟ وفين الشاي؟ فين الشاي ولا النعناع؟ نطلع الفاصل نحاول نجيب لهم شاي عشان احنا كسفنا جدا بعد الفاصل. بنرجع مرة تانية مع حضراتكم، وإحنا ما اخترناش الموضوع حقيقي، يعني إحنا بنتكلم في موضوع بمنتهى التلقائية، المجتمع المصري اللي اتسرق من بسبب الإعلام، اتسرق بسبب السينما، بسبب الفن، بسبب عدم مسؤوليتنا إحنا كأشخاص. إحنا عمالين نلوم، كل واحد عمال يرمي كورة في ملعب التاني، بس في حقيقة الأمر إحنا كلنا مسؤولين. شفتي كانت بتقول قبل الفاصل الحدوتة الراقية في الحدوتة الراقية دي ما بقتش موجودة، يعني الحدوتة اللي هي الكلام اللي عملناها مش بس الحدوته، لا واطلع منها بحاجه، يعني اكتسب حاجه، معلومه، خبره. هل احنا ما عندناش خالص بنسبه حتى ولو ضعيفه قيمة عندنا قليل قوي. يعني خليني اقول مثلا، وفرصه برضو على الهوا ندي كريدت للسي بي سي، تجربه اسعاد يونس تجربه يعني راح ترفع الستاره عن المجتمع. يعني فجاه هي اسعاد يونس تعمل ايه؟ هي بترجعنا، قالت لك راحت فين كل الحاجات الحلوه، يعني هي بترجعنا مره واحده صحيت من احنا عارفينها يا جماعه، هي يعني هي بتتكلم معانا، احنا ساعات عارفينها ايوه، بس بتجيب لنا النماذج كلها كانت جميله في حياتنا. بقيتي ايوه بس بقيتي تتفرجي تقولي الناس دول راحوا فين، هم الناس دول راحوا فين. طب انا عايزه ارجع اقول حاجه برضو دكتوره ناديه، ممكن يبقى نداء، احنا عايزين نرجع مع اواخر السبعينات او يعني بدايه العشوائيات في مصر، الدولة هجمت العشوائيات فحصرتها على أطراف المدينة، يعني قد ما تقدر، والناس بقت تزق في العشوائيات دي عشان يلا بقى انتوا بقى دوروا على المجاري بتاعتكم وعلى تعليمكم. العشوائيات الحقيقة فرضت سطوتها على المجتمع، يعني اللي هو الدوائر الصغيرة اللي انت كنت خايفة. هقول لحضرتك ليه اللي أولادها إهمال مباشر للدولة وتخليها عن مسؤوليتها. هقول لكم بس في 30 ثانية وجهة نظري وانتوا كمان. العشوائيات فرضت سطوتها، يعني حاجة صغيرة جدا ومجتمع كبير قوي، فانت خايفة من الهوامش دي، فبقيت انت مجتمع كبير، انت غرقتي وهي طلعت فوقك بإيه؟ الفن اللي موجود الآن هو فن العشوائيات. اللهجة المصرية الراقية مش موجودة. الأغنية أغنية عشوائية. الأغنية مع اعتذار لكل الصحافة المصرية، وبقولها من منبر زي السي بي سي، أنا أسفة جدا، بيستعملوا في الصحافة الآن اللغة العادية. مفيش اللي هي كنت أنت تقولي اللغة العربية. هي اللهجة المصرية إيه ميزانها؟ لغة الصحافة. أين هي لغة الصحافة؟ كله بيستعمل حاجات الدرجة. السينما بقت بتجيب من العشوائيات. التلفزيون بيجيب من الحارات والعشوائيات. احنا عملنا لهم ايه؟ هم اللي طلعوا فوق، الرجاله اللي بقت ترقص،
يعني انا بصراحه لما اقعد اتفرج على محمود رضا والراجل انا عندي الراجل لما يرقص يبقى بيحطب يعني بيرقص بالتحطيم جلابيه محترمه، انما الراجل اللي بيرقص بايده شويه وبوسطه شويه وكتفه شويه والبنت المحجبه اللي ترقص على المسرح وهي بتاكل بقى وترقص. تخيلوا انتوا بقى الاماكن الصغيره دي لو المجتمع كده، انت عندك على الاطراف الاماكن الصغيره دي هي اللي طلعت فوقيكي ورفعت رايه العشوائيات وانت ما بتعمليش حاجه. بدل ما انت تعالجي قضيه العشوائيات وتحاولي انك ترتقي بيها خليتيها هي ثقافه. هتعالجيها ازاي يا جماعه؟ خلينا كده نفكر بشويش. احنا سنه 52 وقت ثوره كنا 20 مليون، تعداد مصر كان 20 مليون، احنا دلوقتي 90 مليون. يعني كانك بالظبط انت عايشه انت وجوزك في بيت صغنون كده وعلى قدك والحياه جميله وفله على قدكم، وفجاه بنفس المكان وبنفس الفلوس او فلوس ازيد شويه بقيتوا 8 اللي هو 4 أضعاف، احنا زدنا 4 أضعاف وشويه. هتجيبي منين؟ يعني الفصل اللي كان 20 الموارد قد كده والناس بتزيد، زياده الناس اللي بتلتهم كل موارد التنميه. الدوله هتعمل ايه؟ العشوائي بتوع العشوائيات دول ناس عايزه تعيش، عايزه تتجوز وعايزه يبقى عندها اولاد. ايوه ماما اكيد كل شيء وله حل، يعني هنعملها يعني هتعمل ايه؟ هو الفكره كلها بيهم يعمل لهم ايه؟ ما فيش امكانيات. ايوه يعني الدوله تقفل. طيب هو كان في لا هو في حاجه احنا غلطنا فيها، احنا في اوائل الستينات كان في حركه قويه جدا وماهر مهران الله يرحمه الدكتور ماهر مهران كان وزير صحه وقتها وانا اعرفه كنت كاستاذ جامعه في عين شمس. كان في خطه ان احنا لتنظيم الاسره والنسل، هم ما انتبهوش لحاجه كانت مهمه جدا، التعليم والوعي. كل ما بترفعي في نظريه طبعاً عالميه طبعاً خلت اوروبا اوروبا وامريكا امريكا، دلوقتي بيخلفوش يا عيل يا ما فيش. يعني بكتي يقول لك كل ما ارتفع مستواكي المادي وتطلعاتك للحياه وعايزه تسافري وعايزه تلبسي وعايزه تعملي سياحه وعايزه يبقى عندك ايه، بتحاولي ما تجيبيش عيال للحياه التعسه. اما بيكون عندك مقدره بتجيبي عيال، ما عندكيش مقدره ما تجيبيش عيال. ده الوعي ده ما بيتكونش الا مع ارتفاع مستوى المعيشه والتعليم. احنا كون ان احنا تجاهلنا ان انخفضنا مستوى المعيشه والتعليم فبقى احنا ظلمناهم وكله عايز يخلي بقى ما حدش يكلمهم. في دراسه المانيه اتعملت مؤخرا، الدراسه دي عشان بس ما حدش يسالني انت الدراسات اللي بتقوليها من منين. الدراسه قام بفريق من المعهد المركزي للصحه العقليه في مانهام بالمانيا، بتؤكد مانهايم في المانيا، القاهره من اكثر المدن ازعاجا وقلقا وتلفا للاعصاب على كوكب الارض. طبعا على كوكب الارض. القاهره اللي كانت في خمسينات كانت واخده افضل مدينه في الخمسينات. في الخمسينات يا بشر يا مصريين يا ناس، احنا اخذنا دلوقتي موقفنا اكثر مدينه تلفا للاعصاب. كلمه قاسيه جدا. تتصوري بقى مفيده تلفا للاعصاب. لا والمؤسف ان احنا اتعودنا عليها كده، يعني ان احنا ما احناش حاسين بانها كده ولا شايفينها كده. يعني اللي بره شايف، لكن احنا لان احنا خلاص عايشين. مين احنا؟ احنا المصريين اللي عايشين في القاهره. ما بقينا اتعودنا على القبه. يعني هل حضرتك احنا اتعودنا على القبه دكتوره ناديه؟ بالظبط. انت النهارده وانت نازله في اي منطقه خلاص هاتوني منظر انتوا كلكم ما شفتوهوش، مجموعه من الزباله كياس موجوده في اخر الشارع عندكم او في اول الشارع، والناس الزبال اللي واقف قدامها بيفضي كياس الزباله وينقي منها حاجات معينه ويسيب الحاجات التانيه اللي مش محتاجها في نص الشارع وبقى منظر عادي. هل انتوا كل واحده فينا ما شافتش المنظر ده؟ لا شفناه كلنا. شفناه الذوق العام وتعودنا عليه. الشخصيه المصريه الهويه بتاعتنا. انت ما انتش عارفه انت شايفه واحده لبنانيه ولا عربيه خليجيه ولا مصريه. والمدارس خش المدارس، المدارس كمان جو الجامعه يعني شوفي الجامعات نفسها هي اخطر حاجه. ولبس الناس زمان كان عامل ازاي ودلوقتي ده على فكره مش بالغنى. انت برضو بترجعي تتكلمي بس على يعني حاله اقتصاديه تدهور في كل حاجه، تدهور تدهور تعليم عندنا مشكله فيه. ولكن فعلا المشكله اللي بتقوليها انت بجد يا ريهام انه ان انا اعتاد القبح دي كارثه. دي كارثه. احنا ما احناش انا لما اعتاد على القبح على طول ايه اللي هيحصل؟ القبح ده مش بره البيت بس، يعني يعني انت تخيلي انت في الشارع دوشه عربيات قمامه،
طب تفتكري ان انت يعني في بيتك هتعملي حاجه خالص؟ اشكال بعض شافكي القبح جواكي. مين صح؟ مين اعتدى على القبح؟ احنا بنتكلم علينا احنا ساكنين فين؟ اه طبعا احنا ساكنين طبعا فين؟ مش بننزل ونمشي في الشارع. معلش يا دكتوره، ما انا بنزل وبمشي في الشارع وبعدي على المناظر. انا عايزاك مبالغ بقى العشوائيات في الاحياء الشعبيه وفي العشوائيات. عارفه ليه يا دكتوره؟ والمجاري اللي صافحه والشوارع اللي ما فيهاش عشان كده لما بيجوا المناطق بتاعتنا بيتصرفوا بيعيشوا بمنتهى العشوائيه. عارفين ليه؟ لان احنا عندنا فطور العشوائيه ده. ونسمع شعر جميل عن القاهره. طب ممكن قبل نسلم على ايناس عشان ده يبقى اخر حاجه. قول لي ايناس ازيك، ويا ريت تشاركونا في حوارنا اللي فيه اكتر موضوع حقيقي. احنا اتكلمنا في كل المواضيع. ايناس غالبا بتجيب الشاي. اه لا انا جبت لك شاي يا شيخ. فين انتوا جالكوا حاجه تجربوها صح؟ حد سالني ده بتاع يعني جبت لك شاي. طبعا انا شايفه ان الاعلام له دور كبير جدا في تغيير المجتمع، لان الاعلام بيؤثر على كل الطبقات. فمن ناحية الأفلام والتلفزيون وحتى التكنولوجيا، يعني اللي عنده لابتوب أو كل التكنولوجيا الجديدة. حتى كنت تكلمي عن السينما وتأثيرها. السينما فالسينما عامة ليها تأثير جامد جدا في عقول الناس يعني وتصرفاتهم وفي المجتمع. يعني لما نرجع لورا الأيام الأبيض واسود وقد إيه الناس كانت راقية والأفلام كانت راقية، حتى لو كان في فيلم فيه راقصة مثلا والراقصات كانوا كلهم محترمات أمثال تحية كاريوكا وسامية جمال، كان مفيش ابتذال. وحتى لو مثلا هيبقى فيه اي يعني منظر عن علاقه مثلا حميمه في بيت ولا حاجه، بتبقى معموله بطريقه يعني لطيفه او ديسنت. فللاسف الافلام بقت مبتذله جدا، ولقينا كميه شركات انتاج يعني تحت السلم. انا مضطره اني اقول انا اسفه جدا انها تحت بير السلم، او يعني ما اعرفش ازاي بينتجوا الافلام دي. حضرتك كنت بتناشد ان يكون في رقابه على لازم طبعا الرقابه مهمه جدا. وانا ساعات الحقيقه يعني من الافيش بس بتاع الفيلم ببقى مذهوله ازاي الرقابه موافقه ان فيلم زي ده ينزل. طب رايك ايه؟ المجتمع هو في حاجات معينه السينما بتعكسها او الشركات الانتاج دي بتعكسها، ولا الافلام دي بتتعمل فالمجتمع بيقلدها؟ يعني والله هو سلاح ذو حدين، لان طبعا المجتمع بتاعنا بقى فيه برضو فساد وفساد اخلاقي. فدور الاعلام والسينما انها تبين برضو الناحيه الكويسه، او حتى لو عايزه تبين النوع الفساد ده او الانحدار الاخلاقي، توجد في الفيلم او في المسلسل الحل لهذه المشكله. ما يجيبوش بس الناحيه السلبيه من غير ما يجيبوا ايه الناحيه اللي هنقدر نحسن بيها، لان الولاد والشباب والشابات بيتأثروا جامد جدا. فلازم يوروهم ان ده غلط. طب الصح ايه بقى؟ بالزبط. اعملوه. استاذه هالة، كنت حضرتك شايفه ان التعليم ليه دور رئيسي جدا، ولو اتظبط التعليم هيتظبط المجتمع كله. انا شايفه ان هي كانت زمان اسمها وزاره التربيه والتعليم، فهو لا تعليم لوحده ولا تربيه لوحدها. التعليم مهم جدا جدا عشان الوعي، وعلشان هو دوت اللي بيحط الاساس. والبيت مهم جدا في التربيه، لان هو زمان كانوا بيعلموا الولاد ايه اللي صح واللي ما يصحش، وال يعني اللي مفروض يتقال واللي مش مفروض يتقال، والعيب واللي مش عيب. هو ده اللي كان البيوت بتعلمه. دلوقتي الناس مهتميه بحاجات تانية خالص. اللي عايز يودي يروح الولاد في مدارس انترناشونال، الولاد بيروحوا يلعبوا رياضه وهي دي اللي هتحميهم من المخدرات، بس ما بيفكرش يفهمه او يخليه يعرف خطر الحاجات ديت ويحطها من جواه من وهو صغير، بحيث يفهم ان دي حاجه مش يعني مش هو ده. ايه اكتر الحاجات اللي استغربت لها جدا لما ابنك راح المدرسه ورجع لك بيها؟ يعني ايه الحاجات اللي اكتسبها من المدرسه وكانت مزعجه بالنسبه لك؟ بصي، هو سلوكيات الاولاد اصحابه. يعني بصي، احنا كنا الحمد لله المدرسه كانت المدرسه يعني الحمد لله كويسه جدا والسلوكيات كويسه، بس هي بيوت. يعني انت بتتعاملي مع بيوت، كل طفل وكل واحد بيمثل بيت هو جاي منه. فده متربي ازاي؟ هو ده اللي انا بتكلم فيه، التربيه. هل الولد عارف ده عيب، ده ما ينفعش اقوله، ده ينفع اقوله، ده يصح، ده ما يصحش؟ احترام الكبير. حضرتك ليكي دور طبعا. هو البيت، هو البيت يعني ام، يعني زي استاذه يعني سميحه. كانت استاذه سميحه كانت بتتكلم من شويه في فكره ان مهما هي ربت في البيت، هي المدرسه معلش بس ليا المدرسه عليها يعني عليها عامل مكمل للبيت. الاثنين لازم يبقوا مع بعض. يعني مش ممكن اطلب من المدرسه هتربي ابني، لكن
انا ابني لما يرجع بحاجه غلط من المدرسه او من بسلوك معين مش مقبول، انا ده وظيفتي في البيت ان انا افهمه ان ده ما ينفعش ومش مقبول، وازاي ان انا السلوك ده ما يتكررش. هو دي المتابعه والتربيه. هي دي اسمها التربيه. انا بعتذر لحضرتك، الوقت خلص، هنرجع لكم مره تانية في الاستوديو. وزي ما ضيوفنا بيقولوا، هو اكتر من عامل ساعده على انحدار المجتمع، واحنا كلنا لازم نتماسك علشان نرجعه مره تانية. نرجع لكم مره تانية يا مفيده في الاستوديو. يا منى شكرك يا ايناس، وبشكر كلمتك على ان احنا كلنا لازم نتماسك علشان نرجع مجتمعنا مره تانية. اسمحوا لنا نطلع الفاصل، ونرجع بعد الفاصل نكمل حوارنا مع اصدقائنا. وبنرجع مرة تانية مع حضراتكم، وبس اسمحوا لنا ان احنا معنا اتصالات كتيرة، يعني معنا 2 اتصالين. مدام سعاد اتفضلي، بس سريعا من فضلك. مدام سعاد. طب استاذ مجدي ممكن يكون معنا. استاذ مجدي. ايوه انا اللي هو مجدي الشاد خبير. اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك يا ست اللي هو. اهلا بيكم واهلا بالكوكبة الجميلة اللي موجودة النهاردة. ميرسي، اهلا بحضرتك. استاذنك اقول نقطتين في عجاله. اولا فيما يخص المهر والجواز، الحقيقه برضو بجد الاهالي لحد دلوقتي بيحسبوها حسابات خاصه، كل واحد عايز يطلع باكبر مكسب حتى لو تنازل عن المهر. يعني في ثقافه سائده دلوقتي يقول لك العريس والعروسه يكونوا نفسهم، بس اهل العروسه برضو بيفكروا في ايه؟ المفروض يجهزوا نفسهم، ودي ثقافه سائده دلوقتي حاليا للاسف الشديد. بيسقطوا الاول الحساب الكبير ان الزوج عليه شقه بمليون او نص مليون، وبعدين نبتدي نتكلم يكونوا نفسهم. يعني اهل العروسه برضو عايزين يكتبوا حته اتنازل عن المهر، اتنازل عن كذا، ليها حسابات اخرى اقربها، زي الراجل بتاع التاكس سواق التاكس بدل ما يكسر البنديره يقول لك ايه اللي تدفعه، اقول له يعني ايه اللي ادفعه، لي يمكن رزق، ايه يكون في رزق. يعني هو برضو بيدور على المكسب اللي له. كلمة وراها طمع، يعني حق أريد به بطل. أرجو تغيير الثقافة بتاعت النص بالنص. إذا صح. كان النص بالنص فمن بداية الشقة وامتلاك الشقة يبقى النص بالنص هنا مظبوط. اللي هو مفيش. ناجية بتقول أكيد عندك ولد. أكيد عندك ولد. أيوة. لا يعني أنا متفقة مع حضرتك. يعني اللي هو حضرتك تقصد اللي هو مفيش نظام، يعني سواء التاكسي لا بلاش بلاش نظام اللي هو القانون بتاع البنديرة واللي تجيبه، فيعني فكره ان انا اعيش بلا نظام صح. طول الوقت تمام كده. فانا بقول ايه، بعلق على كلمه مش عايز مهر، مش عايز حاجه. بعض الاهالي بيتنازلوا، بس مش بيتنازلوا بحقيقه الامر صح. ولكن حسابات اخرى عشان يطلع برضه بمكسب. نمره 2 يا استاذ مجدي. افندم الموضوع الثاني. الموضوع الثاني سريعا التعليم، وعايز اقول لسيادتك تجربه معايا شخصيا، ابني من الاوائل. انا بقول اصلاح التعليم يبدا من ايه؟ مش المعلم ولا الطالب ولا غيره، يبدا من ايقاف التسابق في الثانويه العامه. صحيح. ابن من الاوائل، اديته دروس خصوصيه في كله لانه عباره عن سباق، لازم يطلع من 10% اللي هيخش الجامعه، ولازم يطلع من 1% عشان يخش كليه القمه. اوقف السبق، افتح الجامعات على قد ما تقدر. انت ما بتعينيش وظائف حكوميه، انت تعمل لي افتح على قد ما تقدر، وقف العمليه التعليميه، وقف الدروس الخصوصيه، يبدا من ايقاف التسابق، كل واحد يلتحق بالكليه اللي عايزها طالما انت ما بتعينيش. انت زعلان ليه؟ بس في تكلفه، تكلفه الطب، تكلفه للصيدله، تكلفه للهندسه. بشكر حضرتك استاذ مجدي، ميرسي جدا على مشاركتك واهتمامك. عايزه ارجع دكتوره ناديه، يا اما تقول لنا شعري، يا اما هي كانت فتحت موضوع وفي كلمتين الخطاب الديني انت منتظره منه ايه ويتصلح ازاي بسرعه. عايزين نبطل بقى نتكلم نقول تعالى اشوف لك الحظ واشوف لك البخت واشوف لك مش عارفه ايه وافسر لك الاحلام بما يتفق مع الدين ومش عارفه، مع ان الازهر ما فيهاش قسم بتاع تفسير احلام ولا حاجه. الدجل الاعلامي ده عايزين نبطله، ومش عايزين نستضيف ناس تتكلم فيه غيبيات. الغيبيات الوحيده اللي الواحد يؤمن بيها ان في ربنا، بقيه الحاجات خلينا مش حد في ملائكه في وفي جنه ونار. الحاجات اللي تطلعنا اللي تاخد المجتمع يعني ورا. احنا مصر عمرها ما هتتقدم او العالم العربي الا لما نفصل الدين عن الدوله. زي اوروبا في العصور الوسطى لما فصلوا الكنيسه عن الدوله بقت اوروبا. صحيح. احنا عايزين نبقى كده. المهم اقول لكم بقى الشعر. طب ممكن قبل الشعر قول برضه مره ثانيه معانا مدام فوزيه على التليفون. احنا بس مشاهدينكم عايزين يكلموكم. اهلا مدام فوزيه، اتفضلي. ايوه مساء الخير. اتفضلي.
مساء الفل. مساء الخير. مساء النور يا فندم. انا عايزه اقول لك حاجه، والله انا واحده من حدائق الاهرام وليا اصدقاء كتير جدا بيروحوا يحضروا في بعض الفنادق. كنا بنروح نحضر اربع وخميس وجمعه، نسمع واحد بيعزف على العود اغاني حلوه قديمه بتاعت ام كلثوم وبتاعت عبد الوهاب وبتاعت، دلوقتي من بعد العيد مشوه جابوا رقاصه، يعني بقت مناظر حاجه ما فيش حد قاعد بيشجع الرقاصه اللي انا بشوفه، يعني الدرجه دي الفندق حاجه مؤسفه الرقاصه، فالناس ما بقتش تروح اللي انا اعرفه يعني صراحه. صحيح، بشكر حضرتك من فوزي. انا عايزه اقول حاجه على كلام الرقاصه ده قبل ما نسمع من دكتوره ناديه. احنا لازم نقول في الكلام الجميل اللي احنا قلناه ده، واحنا في النهايه لازم يعني نختم بمجموعه حاجات بس بنمثل اسر مصريه مختلفه. لو انا الدوله، لو انا رئيس الوزراء، وانا اكتر حاجه انا بشوفها نعمل ايه، اجيب وزير التعليم اقعده مع وزير الثقافه، اقعده مع ايا كان، معرفش مين، معرفش مين ماسك الاعلام الحقيقه، يعني مين ايا كان من مسؤول، ملوش اب شرع، الناس دي ملوش اب شرع، الناس دي تقعد مع بعضها لان دول بيشكلوا وجداني انا وبنتي واحفادي وقرايبي واصحابي، الثلاثه دول لازم يشتغلوا في دايره، يعني دايره مع بعض. انت عندك ايه الشهر ده في المسرح، في سوهاج، في كذا، في كذا، في كذا، في كذا، هايل، انا عندي كذا في التعليم، انا الثلاثه دول لازم يشتغلوا مع بعض. انا اتصور ان ده المفروض. وجهه نظري كتوصيه للاعلام، بلاش كل واحد فيكم يطلع كانه نجم. انت هنا دورك علشان خاطر توعي اللي بيتفرج عليك، تديله طاقة إيجابية، تفهمه حاجات هو مش فاهمها. مش شرط أبدا ان تبقى انت الناهي والحاكم والقاضي، وان انت الوحيد اللي بتفهم ومحدش تاني غيرك بيفهم في حقيقة الأمر. ده غلط، ده أسلوب غلط تماما في التعامل الإعلامي اللي احنا كلنا بنعانيه. انا ما بذكرش حد، انا ما بقولش فلان وفلان وفلان، بس احنا ماشيين غلط. ولو انتوا بتراعوا الناس والشعب والجمهور اللي بتفرج عليكم، لازم تراعوا اللي انتوا بتقولوه. هنقول ايه بقى هنقول ايه الدكتوره ناديه بقى هتقول أوكي. ايه انا هقول حاجه على القاهره اللي هي بقت صعبه الحياه فيها قوي. الشعر ده انا كتبته من حوالي سنتين اما كانت روكسي محتله بالباعه الجائلين، انا من سكان روكسي. كانت الحاله صعبه وعلى مدار حوالي 10 15 سنه. فقعدة مرة كده زهقانة أو جاي أطلع رصيف لقيته عالي قوي، فتخيلت بقى عملت فيلم كده، تخيلت واحدة ست من الناس الطيبين كده اللي ساكنين حوالينا في المناطق اللي حوالينا الشعبية اللي على قد حالهم دول، عيانة ودكتور قالها لازم تمشي شوية. فبتقول إيه بقى؟ قال لي الدكتور ما بهزرش، لو عايزة تعيشي لازم تمشي أو تنسي المشي وتنسيني لو كان العمر ما يلزمش. وفضلت يومين قاعدة بفكر، ده شارعنا مدقدق ومكسر ورصيفه يدوب يطلع شبرين وتملي محفر ومنقر. ولقيتني في يوم كده من بدري شمعت الفتلة وعلى ركسي، يا هنايا يا ناس هتمشى خلاص وبجوز جنيهات خدت لي تاكسي. ولقيت الفرحة ما تمتش، الزحمة يا ناس ما بترحمش، لا شوارع شيك ولا حتى حارات، الدنيا بحالها بقت مسكي. أنا نفسي أعدي يقولوا لي منين، وما فيش ولا شارع على الجنبين، ورصيف الشارع ليه عالي، ما تكونش الموضة رصيف بدورين. حلو بجد، شعركم جدا لايقة على اللي احنا فيه وده حالنا. اولا المجموعه دي مجموعه الزملاء الاعزاء، بتمنى انا شخصيا ان هي تبقى حاجه موجوده هيكونوا معاكي في المطبخ، وانا استاذن ويكون طبعا ريهام السهلي والدكتوره ناديه، بنشكر منى بجد. لا انتوا لسه موجودين يا منى، بشكرك وخلي بالك من نفسك، بشكرك يا منى. وتعالوا مع بعض المطبخ. مطبخنا النهارده اميره طه عامله لنا طاجن كالاماري وعامله لنا ميلك تشيك، كل ده هنشوفه ونعرف هيتعمل ازاي بعد الفاصل.